ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد محمد الشربيني من الإدارة العامة للمرور. سيادة الرائد، كيف تبدو شوارع القاهرة مع موجة الطقس السيء كما ترصدونها؟ طبعا زي ما حضراتكم اتفضلتوا، موجة الطقس السيء اللي موجودة دلوقتي اخترت ما بها الأرصاد الجوية من تقريبا من بداية الأسبوع. تم إجراء التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات، سواء مع المحافظات او الهيئه العامه للطرق والكباري، وايضا بالنسبه لشركه المياه والصرف الصحي وايضا الاسعاف، كل ده عشان تكثيف التواجد لكافه السيارات الخاصه بالشفط وايضا كافه المعدات وسيارات الاسعاف على كافه الطرق لتامينها في خلال فتره الموجه السيئه. تم ايضا التنسيق مع كافه ادارات المرور على مستوى الجمهوريه لتكثيف التواجد المروري على مدار ال 24 ساعه حين ان شاء الله انتهاء من الموجه، ولتامين كافه الرحلات الخاصه بقائدي المركبات. الحاله المروريه طبعا مع اتخاذ الدوله تدابير اللي اعلنت عنها، ومنها اعطاء النهارده اجازه رسميه لكافه قطاعات الدوله سواء مدارس او الجامعات او القطاع الخاص والعام، ادت الى انخفاض معدلات الحركه على كافه الطرق. الحمد لله ما عندناش احجام حركه مرتفعه، ما زالت الحاله الجويه مؤثره طبعا بوجود بعض الرياح وايضا الامطار على كافه الطرق، بتتفاوت طبعا في درجتها وقوتها من مكان الى اخر. نتج عنها من اول ساعات صباح اليوم اختراط من ادارات المرور المختلفه ببدء اغلاق طرق بسبب سوء الحاله. كان عندنا بعض الطرق المغلقه واللي تم فتحها زي اسوان ابو سمبل في مدينه اسوان، وفي ايضا الوادي الجديد كان في اسيوط الخارجه وباريس الخارجه والفرافر الواحات، ودول تم فتحهم في الفتره الليليه. عندنا ايضا الطرق الخاصه بمدينه قنا، سواء قنا سوهاج وقنا الاقصر وقنا سفاجه، معاد ما زالوا مغلقين حتى الان. الطريق المفتوح هو طريق زراعي فقط. عندنا ايضا طريق بالنسبه لاسيوط او المناطق هنا، في المنطقه المغلقه فيها في عدد طرق الصعيد الشرقي والغربي ما زالت مغلقه ايضا. طريق الصعيد الشرقي مغلق امام حركه المرور بسبب سوء الاحوال. باقي الطرق الحمد لله الاحجام عليها اقل من المعتاد بشكل كبير، انخفاض في معدلات الحركه. في طبعا بدء تواجد تجمعات للمياه في اماكن متفرقه سواء على الطريق الدائري او ايضا على طريق الصحراوي، جراف صحراوي او الساحلي. تم التنسيق مع الشركات المختصه، وتم الان نزح معرفه عربات النزح وغير مؤثره على حركه المرور حتى الان. ان شاء الله الاداره العامه للمرور مكثفه من تواجدها على الطرق بالكامل، ما يبقاش في اي معوقات للحركه في الفتره اللي جايه. طبعا بنأكد مع جميع قائد المركبات اللي عنده اي مشكله على الطرق السريعه يتواصل مع وفد عمليات الاداره العامه للمرور على 0122-3-4-0، 0122-3-4-0. طبعا هتوجه له اقرب خدمه مروريه سواء من الاداره او من المحافظه اللي هو فيها. ايضا بنأكد على جميع قائد المركبات اللي تضطر لهم الظروف لاستخدام الطرق وخاصه الطرق السريعه اليوم، الالتزام طبعا ببعض التحذيرات والتنبيهات، يمكن اهمها قبل ما يتحرك لازم يكون عارف او متاكد من الصلاحيات الفنيه الخاصه بسيارته، الاطارات والانوار وجهاز الفرامل والمساحات الخاصه بالزجاج، وكل ده لازم يكون متاكد انه سليم. اثناء تواجده على الطرق السريعه في الامطار والظروف السيئه بيقلل سرعته بشكل كبير جدا، بيضاعف مسافته بينه وبين السياره اللي قدامه، بيلتزم بالحرارة المروريه، بيستخدم طبعا مساحات الزجاج في حاله الامطار، بيضرب مسافه في زجاج السياره مفتوح عشان ما يجمعش بخار ميه امام قائد المركبه. في حاله عدم وضوح الرؤيه بيستخدم انوار السياره عشان تبقى واضحه لمستخدمين الطريق. ايضا بناكد على في حاله الامطار بيتجنب الضغط فجاه او بقوه على جهاز الفرامل عشان السياره ما تنحرفش يمينا ويسارا وتؤدي الى حادث لا قدر الله. في حاله عطل السياره طبعا بيحاول اخراجها خارج محور الطريق تماما في مكان غير مؤثر على حركه المرور، ويتواصل مع وفد عمليات الاداره العامه للمرور لتوجيه اقرب خدمه مروريه ليه لمعاونته. ان شاء الله الايام الجايه تعدي بدون اي مشاكل، وبنتابع محاضرات داود داود باذن الله. يعني نشكرك على هذا التقرير الشامل الرائد محمد الشربيني من الاداره العامه للمرور.